أبو تريكة، الكل يساعد الكاميرون لتفوز بأمم أفريقيا. أهلا بكم، معكم للعراقي وفيديو جديد وأخبار جديدة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي الفيديو ده هنستعرض مع بعض تصريحات أبو تريكة بعد فوز المنتخب الكاميروني على المنتخب الجنبي 2-0 وتأهله إلى نصف نهائي أمم أفريقيا الكاميرون 2022. يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هناك تعاطف من جانب المسؤولين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مع المنتخب الكاميروني حتى يتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها حتى 26 فبراير المقبل. وقال محمد أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: الكل يساعد الكاميرون حتى تفوز ببطولة أمم أفريقيا، وليس من أجل نجاح البطولة، هذا على عكس مصر حيث كان هدفها الأساسي عندما استضافت البطولة في 2019 هو نجاح البطولة وإظهار ملاعبها في أفضل صورة. وأضاف أبو تريكة: الكل يساعد الكاميرون، والدليل على ذلك ما حدث في مباراة جزر القمر في دور الـ16، مضيفا: الكاميرون لا تحتاج إلى مساعدة أحد لكي تفوز ببطولة أمم أفريقيا، فهي فازت باللقب من قبل 5 مرات، يجب أن نترك الأمور تسير بطبيعتها. ما يحدث جعل التعاطف مع منتخب الأسود غير المروضة يقل. الكاميرون لديها لاعبين مميزين ولكن تقدم أداء غير مقنع خاصة في الدفاع، فهو استقبل أهداف في جميع المباريات التي لعبها. واختتم أبو تريكة تصريحاته قائلا: كنت أتمنى أن يحقق منتخب جامبيا المفاجأة ويفوز على الكاميرون في مباراة اليوم، ولكن حدث عكس ذلك وفاز المنتخب الكاميروني على نظيره الجامبي اليوم ضمن مباريات ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن يواجه الكاميرون الفائز من منتخبي بوركينا فاسو وتونس في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تقول لنا رأيك في تعليق أبو تريكة، وهل هو عنده حق ولا لا في تصريحاته ديت. وبكده يكون انتهى الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.